تعرفون؟ هناك ما هو أقصر من هذا كله، وهو الذي أرتاح لي، لا ألزم بأحد لكن أرتاح لي، وهي العلة التي أشار إليها الإمام الحافظ آخر الحفاظ، آخر حفاظ الأمة المغربي أبو الفيض أحمد الغماري قدس الله سره، الإمام الحافظ الكبير، هذا حافظ آخر حفاظ الأمة المحمدية، كان حافظاً بلا امتراء، عجوبة، عجوبة المسلمين في هذا العصر، كان شيء مخيف هذا الرجل رحمة الله عليه. قال العلة عندي وهو الصحيح ومذكورة في الحديث أن النبي لم يبعث علياً ليفعل ما أمره بفعله في قبور المسلمين، الكلام كله عن قبور مين؟ المشركين والكفار والوثنيين. وعلي يقول لأبي الهياج الأسدي حيان بن حسين الكوفي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ لا تدع تمثالاً إلا طمست تمثال. أمة محمد ما في عندها تماثيل تعبد من دون الله، تمثال اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ما عندنا هيك تماثيل تعبد. وين التماثيل هذه توضع؟ أكثر شيء توضع عند القبور، عند قبور إيه؟ طواغيتهم والعياذ بالله أيضاً. وعلى كل حال انفردت أو كانت إيه؟ مع قبر لا بد من طمسها. لا تدع تمثالاً إلا طمست، ولا قبراً مشرفاً إلا سويت من قبور طواغيتهم. هكذا كان يفعل الكفار بهؤلاء، هذا هو. فمش عن قبور المسلمين ولا إلى علاقة أي بقبور إيه؟ المسلمين، قبور المسلمين. باختصار، لأن طبعاً لسه نحن في أول مبحث، كلام كثير جداً. باختصار أنا سأحوصل وأوجز لكم رأي المذاهب الأربعة في المسألة، بعد ذلك من أحب أن يتفرع وأن يتوسع ليعود إلى المدونات الموسوعية. كل مذهب مذاهب عنده مدونة موسوعية في فقهه، كتاب كبير في 15 في 20 في 30 مجلداً أو جزءاً موجود في المذاهب الأربعة. باختصار السادة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن كان البناء على القبر في أرض محبسة، هذه لغة المالكية يعني موقوفة، أو في أرض مسبلة، والأرض المسبلة هي التي أيها الإخوة يعني اعتاد الناس أن يدفنوا موتهم فيها للناس، زي قرابة مصر مثلا، مقبرة معروفة للناس، هذه لكل الناس، مش للناس مخصوصين، مش لآل فلان أو علان، مقبرة، مقبرة المسلمين في بلد معين سموا أرض مسبلة، أو موقوفة، موقوفة محبسة، وبنى أيها الإخوة فهذا البناء محرم شرعا، غير جائز، محرم ويهدم. عند الحنابلة قالوا مكروه، حتى في هذه قالوا مكروه، حبوش يقولوا محرم، لكن غير مشروع من حيث الأصل، إما مكروه عند الحنابلة، محرم عند الآخرين ويجب هدمه، يهدم لأنه محرم صحيح. هنا كلام ابن القيم له مساغ، تقول لي شيء محرم، ما الذي يقابل محرم؟ الواجب، محرما فعله، محرم بناؤها، واجب هدمها، صحيح؟ طب إذا إيه بناؤها مش محرم، مكروه أو جائز، مكروه تنزيها، ما تقول ليش ابن القيم رحمة الله عليه يجب هدمها؟ هذا مش فقه، هذا ليس فقه. الفقه أن الواجب يقابل ماذا؟ المحرم، محرم في هذه الحالات، محرم في هذه الحالات، ولم نقع الحنفية على قول. كلامهم موجز في هذه المسألة، مسألة البناء على القبور، وسأذكره في جملتين. أما إن بنى في ملك الله أو لغيره بإذنه، في أرضي يا أخي، أرض أبائي وأجدادي، في أرضي، في بيتي، في ملكي، قبرت إيه أحد إيه أو الداعي وبنيت عليه، لا بأس، قال لك ما في أي علة إيه تمنع من هذا البناء، لأنه ما في تضييق على إيه المسلمين، ما في تضييق على إيه المسلمين. من العلة التي ذكروها أيضا في النهي عن البناء، في النهي عن البناء ذكرنا منها ربما 6 أو 7، ذكروا أن البناء يمنع دفن غيره معه، وخاصة أن دفن المسلمين كان بطريقة اللحد للميت وليس الشق. النبي قال اللحد لنا والشق لغيرنا، أخرجه أحمد وغيره، اللحد لنا والشق لغيرنا. فإذا لحد للميت أيها الإخوة ثم بني عليه، لم يبقى إيه؟ لم يبقى إمكان لدفن غيره معه، ففي هذا تضييق على المسلمين. والبناء قد يكون كبيراً أيضاً، ففيه تضييق من جهة إيش؟ الكبر، فيمنع، لكن في الأرض ماذا؟ الموقوفة أو المسبلة. أما في ملكي ما في شبهة، هذه أرض كثيرة عندي أستطيع أن أدفن فيها إيه؟ العشرات من أهلي مثلاً، من قبيلتي، من عشيرتي. قالوا البناء على القبور في ملكه أيها الإخوة مكروه تنزيهاً، مكروه تنزيهاً. ابن القصار البغدادي
أحد مشاهير نظار المالكية، أعتقد متوفى 386 هكذا، ابن القصار من مشاهير أئمة المالكية البغدادية، قال جائز، مش مكروه حتى، جائز في ملكه، جائز إن خلى من قصد المباهاة. عند المالكية حتى لو في ملكه بقصد المباهاة يحرم، فإن خلى من قصد المباهاة أيها الإخوة لم يحرم، أصبح مكروها تنزيها. وانتبهوا، هو مكروه تنزيها عند هؤلاء إذا أمن النبش من إنسان أو سبع أو سيل ماء، أما إذا لم يأمن صار جائزا من غير كراهة ولا حتى كراهة التنزيه، ابني حتى لا ينبش، حتى لا يسرق، حتى لا يجتاح الماء والسيل. هذا كلام المذاهب، عودوا إليه، مكتوب من مئات السنين، لماذا نتجاوز كل هذا التراث؟ ابن القصار قال لا جائز، ووافقه ابن رشد. الإمام اللخمي من المالكية منع منه وجعله محرما، لكن معروف في أصول المالكية، في أصول الإفتاء والقضاء عند المالكية أن الفتوى والقضاء على قول ابن رشد لا اللخمي، وخاصة أن ابن رشد وافق القصار وهو من نظار المشاهير، فالكلام مش كلام اللخمي. انتبهوا، هذا شيء دقيق وصعب طبعا، وصعب على أكثر هؤلاء، أكثر ما يتكلم باسم المذاهب لا يعلم حتى أصول الإفتاء ومراتب المفتين في المذهب، لا يعرف. لو وجد أي قول في أي كتاب ينسب المالكية حتى لو كان كتابا معاصرا يقول مذهب المالكية، مش هيك المذهب، شو مذهب المالكية يا أخي؟ هذا مش كلام علم، هذا كلام ناس من الشارع مثقفين، يفتح كتاب ويتكلم. كلام العلماء المحققين شيء صعب، يحتاج إلى دراسة وإلى تحرير دقيق ومعرفة الأشياء أيها الإخوة من أصولها. على كل حال،